مرحبا، كيف ستسقط إيران؟ قصدي النظام الملالي. طبعا يعني الشعب الإيراني لو بيطلع بيده من يوم عمل الثورة الخضراء سقطوا، يعني من يوم حسين موسوي وخاتمي وكذا، من يوم الإصلاحيين كانوا سقطوا للنظام، لكن النظام الإيراني تحول للقمع الوحشي وتغول على البلد وصار مثل يعني لا يمكن اسقاطه الا بفعل خارجي. ليه؟ لانه الشعب الايراني سيقتل ويذبح كما قتل وذبح الشعب السوري. وبالتالي الايراني فهمانين هيك، انه عندهم بسيج، عندهم حرس ثوري، عندهم قوى متماسكه ومجنونه بالملايين، السيف لتوى على الشعب قتلا وسفك دماء والى اخره. فما في طريقه بقى. ما في طريقة بقى لإسقاط النظام الإيراني إلا مثل ما سقطت روسيا السوفيتية، إنه حدا من داخل الملالي نفسه، من داخل المؤسسة نفسها، إنه ينضج فكر ما، طريقة ما في التفكير. وهيدي ما بعرف إذا بتصير ولا لا، لأنه يعني بروسيا صارت لأنه جيل كامل تغير، جيل كامل تغير. وحسنه يعني هي ضباط المخابرات انه يطوروا وعيهم ويطوروا كذا والى اخره، وصلوا اللي صاروا بقمه السلطه هن اللي غيروا. يعني اجا غورباتشوف، يعني شخص غورباتشوف وفريقه هو اللي غير، واجا بوتين رجعها مثل ما كانت، يعني يعني ما انقلب على شو اسمه، انقلب التيار اللي كان حاكم، انقلب على ثوره الحريه اللي عملها غورباتشوف ورجعهم لعصر العبوديه القيصريه. في كل الأحوال إيران اليوم ما ممكن أبدا إسقاط نظام ملالي بدون تحالف دولي، مثل النظام العراقي، مثل النظام السوري، مثل بدون تحالف دولي لعزله وإسقاطه ودعم المعارضة حقيقة، لا يمكن إسقاط النظام الإيراني. والمراهنة على التطور وديناميكية التطور هذا حكي برطعمي، لأنه ليس له أي آليات للتطور ومش فاتح لآليات التطور. لكن يفاجأك الشعب الإيراني كيف وشلون وكيف بدها تصير، يفاجأك. لكن دائما نظري بيقول أنه الأنظمة المستبدة المطلقة الاستبداد عصية على التغيير من الداخل، لأنه كل آليات التغيير غير متوفرة، أدوات القمع هائلة، قدرة الدولة على الضبط والمراقبة والمحاسبة والقمع هائل اليوم بوجود أجهزة الاتصال الحديثي وكذا والآخري والتجسس والآخري. فإذا يستحيل على شعب يحكم النظام مستبد عسكري أن يقلب هذا النظام، بدليل أن الثورة السورية كادت أن تودي بهذا النظام. أهم إجوا يعني اضطروا الدول الثانية أنه يتدخلوا لحماية النظام. ليه؟ لأنه مشان ما تصير سابقة أنه حدا حسن سقط نظام مستبد، هو بيستقيل. ايه بس انه تسقطه انت بالقوة، تقوم تسقط نظام مستبد بالقوة، هذا شيء ما سابقة لا يجب ان تتعلم الشعوب. يعني فايران لا يمكن ان تسقط الا بتحالف دولي، الا بتحالف دولي يدعم الشعب الايراني ويقصقص اصابع ايران او يضربها ضربات مركزة بداخله. يعني اللي عملوه بالعراق لازم يعملوه ميلوزوفيتش، ده اللي يقصفوه لحتى تسلم. يعني ما في مجال. يعني هذا موضوع ما تفكروا ابدا انه ايران دولة يمكن ان تكون دولة متحضرة ودولة تعمل يعني تخدم شعبها او تخدم شعوبها او تخدم شعوب المنطقة. هذا الحكي غسلوا ايديكم منه. لن يستطيع اي اصلاحي ان يصل للسلطة في ايران، ما بيستطيع، ولا الشعب الايراني يستطيع ان يقلب نظام الحكم. بده حدا من آيات الله بالمجالس العليا فوق، بتصير في تيار ديني وداخل الحرس الثوري الإيراني تيار سياسي بده يصلح. يعني الإصلاح من فوق إلى تحت فقط، هذا الطريق الوحيد المتوفر حاليا. هلا الضغوطات التحتية بتعطي تأثير على اللي فوق، بس قديش نسبة اتصال هدول بهدول؟ قديش المجتمع الإيراني قادر يوسط ضغوطاته لقلب هيئة الملالي ولقلب الضباط الحرس الثوري؟ هون بقى هاي الآليات هي بدها تشتغل للضغط على يعني أولادهم،
ضباط الحرس الثوري ولادهم نسوانهم قرايبينهم كذا. هاي العلاقات اللي بدها تأثر على عليهم شوي 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 لحتى تنشأ فكر قاعدة فكرية جديدة. بيطلع له شي واحد شجاع بيقول يا أخي حاجة بقى صار لازم نحكي الحقيقة، جلاسنوست يعني تبع جور جور بتشوف بتلاقي حواليه تيار يأيده، ايه والله صار لازم نحكي الحقيقة. فمتى ما الحرس الثوري بلش يغير، الملالي طبعا تابعين للحرس الثوري بيغيروا دائما، القوة تتبع الدين يتبع للقوة مو القوة تتبع للدين، عرفتوا شيء؟ رجال الدين دائما يتبعوا للقوة، مصدر الأساسي للسلطة هو القوة مو الدين. فدائما يعني وقت بيجي الدين ليحكم بيكون القوة عم تستعمل واجهة لها بس، يعني ما في شيء، ما تتخيلوا انه القوة جاي من 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 رجال الدين واتباع رجال الدين وفتاوى رجال الدين مصححة. الخضوع للقوة البحت. ايران لا يمكنها ان تسقط الا اذا حدث، يعني بدك تنطر وقت لحتى ينضجم الشعب العراقي والشعب الشيعة بشكل عام، ينضجوا سياسيا وعيون إلى آخره، ويبلشوا يعني يضايقوا ويقللوا انتفاع الإيراني وعبوديتهم للإيراني وارتزاقهم للإيراني. ولكن لن يسقط نظام المثالي إلا بنمو طبقة سياسية داخله تحمل أفكار جديدة مثل ما صار بالاتحاد السوفيتي، غير هيك ما في طريقة أبدا. أو أمريكا بقى تضرب ضربات مركزة على إيران أو تحاصرها حصار كبير وبتحاربها مثلا بسوريا وباليمن بالكذا والأخرية، لأنه يعني إذا خسرت إيران مشاريعها الخارجية ما عاد الصين تعطيها، وبالتالي إيران تسقط. يعني إيران مش الدولة القوية والكذا والنظام المستقر، بيسقط بس بده ضربات موجعة، يعني بدك تهزه وبدك تضرب الشاكوش ليصوت، ما بيصوت هيك، يعني مش بتنفق عليه بيصوت، تركه لحاله بيصوت، هذا حكي مو صحيح. تركه لحاله ممكن يعفن وما يصوت، ممكن تختخ وما يصوت، ما بيصوت. يعني ما اذا ما في ضربات شاكوش ما بيصوت. فاذا ايران بحاجة الى طرق الى مطرقة لكي تسقط، الى مطرقة، ما عم نكون نجيبوا جرافات وكذا، مطرقة بدك تضرب عليها لحتى تسقط، بدك تواجهها بالعراق وتواجهها بسوريا وتتحرك عليها طالبان وتحرك عليها الانقسامات الداخلية وتحرك الشعب الإيراني وتدعمها، وإلا ما بصوت نظام ملالي. أما الخطة أنه نحن بس لا تعمل نووي يروح تمدد بالمنطقة واستقر، هو بده هيك، شو بده بالنووي رح يضربه؟ يعني ما في داعي، هو بده مفعول النووي، مفعول النووي هيك. ومثل ما قلنا يجب ربط المشروع النووي الإيراني بمشروع التمدد الصيني، هذا كتير مهم وصار استراتيجية مكرر مرة تانية. اللي بدنا نقوله إنه الصين بتمددها الاقتصادي تحتاج إلى نفوذ ما سياسي على منطقة النفط ومنطقة المعابر ومنطقة كذا، إنه حاصرين أنتم بهي الشغلات. فأداة للتمدد إلى المنطقة الاستراتيجية إلى قلب العالم هو إيران، وبالتالي الصين تقاتل بيد إيران، يعني يد الصين تلبس قفاز الإيراني، فالإيران هي الصين، والذي تفعل إيران اليوم سيصب اقتصاديا في صالح الصين لكي تصبح الصين دولة العظمى الأولى في العالم التي تهيمن وحيدة على العالم. يعني إن تراجع الحضارة الغربية مرتبط بتقدم الصين ومجابهته يتطلب مجابهة إيران في الشرق الأوسط. ده تفهم هيك الأوروبيين، الفائدة إنه أنتوا تروحوا تتفقوا مع الإيراني بس لا تعمل نووي وكل الأمور الثانية أوكي، ونفتح إحنا وياك اقتصاديا. هو بده المصاري يأخذهم بس، ما رح يفتح اقتصاديا لا معك ولا مع غيرك، ولا رح تعيد إعمار سوريا ولا شيء. اللي حيعيد إعمار سوريا واللي حيستفيد من ثروات سوريا هو الصيني، والإيراني رح يأخذ المصاري لحتى يبطد الصيني في المنطقة، مو لحتى يفتح لك شركات واستثمارات. فحاجة الغباء الألماني والغباء الفرنسي والغباء كذا، أنه ما الصين حقل استثماري هائل، الصين إيش اسمه إيران حقل استثماري هائل يجب استغلال، هاي نظريات كلها سخيفة جدا. لأن الحقيقة مش إيران حقل استثماري هائل للصين والصين اشترتها،
اشتريتها واخدتها وخلاص، يعني انتوا طلعتوا بره، انتوا طلعتوا بره. هلا في شغلة، نمط الحياة الغربي الحديث، الصين ما بتعرضه، بالعكس يعني تعطيك منتجاته أرخص وأحسن، يعني كل شيء بدك اياه يعني من نمط الحياة الحديث الصين ما بتعرضه، لا عندها أيديولوجيا الحجاب ولا أيديولوجيا منع المثلية ولا ما أيديولوجيا مدري شو، بالعكس عندها بضاعة رخيصة وبلاش، يعني فيك تصير غربي بنص قيمة. يعني إذا شغلة بالجينز وكذا والآخر نص قيمة، يعني تاخده صيني بتصير غربي بنص قيمة، فأنت شو المانع يعني؟ يعني غربي غربي بتلبس غربي غربي بنفس الماركات بس بنص قيمة بالرخصة، فأحسن لك يعني. إذا الصيني أحسن لك يعني من الغربي، لأن الغربي بيقول لك اسم وكواليتي ومدري شو كذا وبده يربح كثير وإيجار العمال عنده عالي ما بتستفيد يعني. فالدول يعني الصين لا تعارض أن تصبح المجتمعات غربية، بالعكس مجتمعها نفسه عم تحول لمجتمع غربي، غربي استهلاكي للآخر، لأنه هذا مصلحته كرأس مالية، مصلحتها هيك، مصلحتها الاستهلاك. فبده ينطرح أنه المشروع الإيراني في المنطقة هو مشروع صيني ويخدم الصين، وبالتالي التصدي لإيران هو جزء لا يتجزأ من سياسة احتواء الصين. وهون بنرجع بنحط الأمور في سياق دعم الأوروبي للشيعة في المنطقة ليهيمنوا على المنطقة خوفا من السنة، السنة أصبحوا أضعف من أن يهددوا حدا، الخطر الأساسي من الصين، وبالتالي هني عم يخدموا الصين على حساب أن يسيطروا على المنطقة كلها، شمال أفريقيا وغرب آسيا وجنوب أوروبا من خلال الإصبع الإيراني الإخواني. فهلأ بتكون تشوفوا الإخوان المسلمين انتقلوا إلى الصين، إلى الصين، وبدأوا يحظوا بدعم صيني هائل، يعني بدعم هذا يعني حظوا بدعم بريطاني. كمان هي نقطة مهمة كنت انتبهوا لها بالتحولات السياسية القادمة، أن الإخوان سيتقاربوا من الشيعة ومن إيران ومن ثم سيقفزوا إلى الصين. يعني تشوفوا أن الصين وراء القصة، بس تشوفوا وفد إخواني رايح على الصين معناتها مشي الحال. إيه هذه هي، هذا اللي حبينا نحطكم فيه، أنه كيف سيسقط النظام الإيراني. يسقط بسرعة في حال وضعت استراتيجية تصدي لإيران كقفاز لليد الصيني، هذا بيسقط بسرعة كبيرة وبتحالف دولي. يسقط بأبطأ إذا كان يعني اعتمدنا على سياسة القصقصة يعني والمطرقة، يعني المطرقة بيسقط أبطأ شوي، بيسقط أبطأ أكثر إذا كان اعتمدنا على الآليات الداخلية للمجتمع الإيراني، وهذا بده وقت لكن بيصير، يعني بيصير يعني دائما عادة هاي الآليات خلال 60-70 سنة بتشتغل. قدي صار الثورة الإيرانية؟ صار الثورة الإيرانية 20 وهلأ 20-40-45 سنة، يعني 10 سنين 15 سنة هاي الآليات قد تكون فعالة وتؤدي إلى إسقاط نظام الحكم. يعني 10 سنين 15-20 سنة حد أقصى تكون إيران نظام الإيراني يكون نهار من داخله، قد ما جيتوا تسندوه من برا ما بزبط. فإذا هذه هي السريع هو إذا تحسننا نفشل الاتفاق النووي ونقول لهم أنه ما في مجال، إيران يجب أن تتعرض لحصار وعمل عسكري مباشر وسريع لإجبارها على تسليم أسلحتها، تسليم برامجها وسحب جنودها وإلى آخره، يعني إسقاط نظام ملالي، إسقاط نظام ملالي. هذا الشيء السريع ممكن يصير، فهذه الاستراتيجية بنتبناها ونشتغل عليها، نشتغل عليها. احنا ما استنوا العالم يفكر ويخطط، ما عم يعرف العالم لا يفكر ولا يخطط، كنت تفكروا وتخططوا نيابة عن العالم حتى تحلوا مشكلتكم يا شعب السوري، كنت تحلوا مشكلة الصين ومشكلة أمريكا ومشكلة روسيا وتسقطوا بوتين وتسقطوا بايدن، يعني هيك ما في مجال، لأنه هدول كلهم هن في النهاية الشبكة اللي حيخلي بشار أسد وإيران واللي يصير بسوريا يصير، عرفتوا كيف؟ فقلت لكم الثورة السورية يجب أن تغير العالم، ستغير العالم، لأنه ارتبطت هذه الثورة بكل وسخ العالم وحاربت كل وسخ العالم، وعم نشوفنا وين نحن عم نحارب، يعني كل يوم عم نحارب بجبهة عالمية جديدة، بجبهة عالمية جديدة. هيك الله كتب علينا، كتب على الشعب السوري أن يسور لتحرير العالم.
هذا هو اللي الله كتبه علينا يتبع.